يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة برنامجكم ربنا موجود. بولس الرسول في كورنثوس الأولى 16-13 قال لنا آية مهمة جدا: اسهروا، اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا تقوا. وفي أشعياء 46: كونوا رجالا. يا ترى إيه حكاية كونوا رجالا؟ والوصية الكتابية دي مخصصة بس للرجال ولا هي وصية لكل إنسان؟ النهاردة في حلقتنا هنتكلم معاكم عن مفهوم الرجولة. يا ترى إيه صفات الرجولة؟ الإنسان اللي حاسس لا أنا راجل، يا ترى أنت راجل صفاتك إيه؟ النهاردة هنعرف إيه هي مفهوم الرجولة، مش بس في العالم لا كمان المفهوم الروحي للرجولة. يا ترى إزاي نوصل مفهوم الرجولة لأولادنا وإحنا بنربيهم وإحنا قدوة ليهم؟ هل الرجولة بتختلف من زمن لآخر أو بتتغير من زمن لآخر؟ هل بتتغير من مكان لمكان، من بيئة لبيئة، من ثقافة لثقافة؟ كل ده هنعرفه معاكم، وأكتر أسئلة كتيرة عن مفهوم الرجولة هنكون معاكم النهاردة في حلقتنا. وبشرفنا جدا وأحسن حد يكلمنا عن الموضوع ده المهندس باسم عبد الملك، مؤسس مبادرة العالم يحتاج إلى أب في مصر. وبرحب كمان بأستاذة كريستينا من خدام الإشارة. هننتظر تعليقاتكم على اللايف على الفيسبوك، كل واحد فيكم يكتب لنا مفهوم الرجولة من وجهة نظره، هو شايف الراجل المفروض يتصف بإيه؟ إيه مواصفات الرجل الحقيقي؟ وهل الرجولة هي قاصرة بس على الرجال فقط، ولا كمان الرجولة للبنات وللنساء وللأطفال وللشباب؟ خلينا نعرف آرائكم، وتقدروا تتواصلوا معنا على التليفونات اللي بتظهر قدام حضراتكم على الشاشة طوال الحلقة. هنطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نتكلم معاكم عن مفهوم الرجولة من الناحية الروحية ومن الناحية الاجتماعية. تفضل. الرجولة معنى كبير ومفهوم عميق جدا، وزي ما قلنا هي وصية كتابية، ربنا بيوصينا بيقول كونوا رجالا. تعالوا نفهم النهاردة أكتر إيه مفهوم الرجولة من المفهوم العالمي وكمان من المفهوم الروحي. بيشرفنا جدا وبيسعدنا يكون معانا النهاردة المهندس باسم عبد الملك، مؤسس مبادرة العالم يحتاج إلى أب في مصر. أهلا بحضرتك. أهلا. منورنا وسعداء جدا بوجود حضرتك. أنا أسعد أن أنا أكون في سي تي في. باشمهندس، خلينا نعرف الأول في البداية، والسؤال الأول اللي بيطرح نفسه مفهوم الرجولة. يعني أحيانا كتير نسمع واحد يقول أنا راجل ما ينفعش أعمل كده، أم تقول لابنها أنت راجل ما ينفعش تعمل كده. فخلينا بس نعرف في البداية يعني إيه رجولة. أنا شايف إن كلمة رجل أو تعريف الرجولة يثري على الرجال والنساء. يعني مثلا لو أنا قلت إيه صفات الراجل؟ لا يعني شجاع، مقدام، مبادر، تمشي كده وكده. لو كلمنا عن الأدوار في اختلاف طبعا، يعني حتى كونوا رجالا يسبقها كونوا ثابتين في الإيمان، اسهروا واثبتوا في الإيمان، كلها أوامر حاجات صحيح. طبعا هنقول لا الراجل عليه يسهر ويثبت في الإيمان، أنا مليش دعوة، هو قال كونوا رجال. لا، هي قصة مش كده. قصة إنه تعريف الرجل الحقيقي هو يكون ناجح النفس. كتير جدا التعريف التقليدي اللي العالم للاسف بيزرعه في اذهان ولادنا وفي اذهاننا كمان مع كبر السن، سبيشلي مع السوشيال ميديا، يقول لك الراجل هو على حسب انت عندك كم لايكس، عندك كم فولور، كم واحد بيتابعك، وضعك الاجتماعي ايه، معاك فلوس قد ايه، شهرتك عامله ازاي، شكلك عامل ازاي، جسمك عامل، كلها حاجات لو ركزتي فيها تحسي ان هي ليست باقية خالص. صحيح. إنما الحاجة اللي هتبقى هي أفتكر إنه الشخص ده يكون ناجح نفسيا، إنسان ناجح النفس، يكون إنسان ناجح وصحيح. طيب، في مقولة عجبتني بتقول إن الرجولة مش اسم مذكر لكنه فعل يذكر، رأي حضرتك فيها إيه؟ برضو لو جينا فكرنا فيها من ناحية الأدوار، طبعا حاجة من أهم أدوار الرجل إن هو يكون مقدام، إن هو بتاع أفعال مش كلام بس. لا، هو راجل دايما بحب اقول العباره دي، هو بيرفع البار،
للناس اللي حواليه، يخليهم افضل، يخليهم يعيشوا عيشه افضل، يساعدهم على الحياه. زي مثلا في المزمور، مزمور واحد لما يقول لك يكون كشجره مغروسه عند مجاري الماء. تيجي تفكري كده، طب هي ايه صفات الشجره؟ ازاي الشجره دي تكون مثمره، تثمر على الناس اللي حواليها؟ ده فعل. ازاي يكون مريح، قادر يساعد الناس اللي حواليه؟ قد ايه يكون جميل، جميل مش منظر خارجي، جميل انسان مريح، لما تقعدي معاه يبقى مريح، انسان يقدر يعزيكي، انسان يقدر يساعد الناس اللي حواليه. هي دي الصفات اللي يمكن اساسيه في ان الشخص اللي قدامك ده يبقى مثمر على، وافتكر ده ادوارنا كلنا سواء رجل او 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 سيده، احنا محتاجين ان احنا نبقى ناجحين النفس حتى نكون مثمرين على كل الناس اللي حوالينا. في مقوله بحبها جدا وبرددها كتير، يعني بقول انه في هذا العالم لا يمكن على الرجل ان ينمو في مجتمع اولئك الذين لا يشعرون بمشاعر نبيله ولا يولدون فكرا جيدا، الذين يتكلمون ويتحدثون على الدسائس والمكائد وهمهم الاسمى الحصول على شركه مربحه ويعبدون المال. مش ممكن تنمو في مجتمع شكله عامل كده. إنما على الرجل والمرأة إما أن تكون مطرقة أو سندان، يعني إما أنت هتشكل المجتمع اللي حواليك وتخليه أفضل طبعا، أو المجتمع اللي حواليك هيأثر عليك وهو اللي هيشكلك. أنت مين في دول؟ افتكر الفعل هو أن أنا أكون هامر، أن أنا أكون مطرقة. بغير في الناس اللي حواليا وبشكلهم وبساعدهم أن هم يكونوا أفضل. عايزة أتوقف عند صفة مهمة جدا في الرجولة، الاعتراف بالخطأ. هل من الرجولة أن الإنسان يعترف بالخطأ بخطأه ولا لا؟ أنا ما ينفعش أغلط، لا أنا أو بالتأكيد ما فيش حد ما بيغلطش طبعا، لكن ما في أحيانا الناس ما بتحبش تعترف أن هي غلطت، تبقى فاهمة أن أنا غلطت بس ما ينفعش أقول كده. أعرف حد عزيز عليا جدا، كنت بسأله بقوله يعني إيه أكتر حاجة عجبتك في الشخص ده؟ فقالت لي العبارة دي، قالت لي إن هو دايما بيدور على الحق. يعني إيه؟ قالت لي يعني هو مش دايما صح، هو عايز الصح، بيجري ورا الصح علشان يعمله. فلو هو غلط هو مش، لا هو عايز يدور. وأعتقد دي يعني حتى لما بتكلم مع بنتي، أنا عندي بنت ناتالي 18 وعندي سيف 16 سنة، فدايما أقول بنتي بص مش هيفرق معايا الشخص اللي اتجوزيه طالما هو ثابت في الإيمان، ثابت في الحق، بيدور على الحق. مش كلنا هنعرف الحق، وهنعيش ونموت مش هنعرف الحق، بس لازم نسعى ونجري وراه. أنا مش دايما صح، ولو أنا افتكرت إن أنا دايما صح عمري ما هنمو، مفيش مجال للنمو خلاص، ما أنا دايما صح، فعمري ما هتقدم، عمري ما هتغير، عمري ما هبقى افضل لو انا فاكر ان انا دايما صح. دايما في العلاقات حتى لما بتكلم مثلا مع كابلز وبعدين بيبقى في مشوره، فبعدين حاجه من الحاجات اللي بقولها لهم يا جماعه عايزين البيت يبقى صحي، ارفد المحامي اللي جواك. ارفد المحامي اللي جواك. كل واحد فينا عنده محامي معينه جوه كده يقعد يدافع عن نفسه. تيجي تخش متاخر ومتاخر عليها ومتاخر على الاولاد وبتاع، ما انا وانتوا مش حاسين بيا، وانا طب اعتذر ان انت اتاخرت وبعدين نتكلم بقى جوه انت ايه اللي اخرك ونشوف نقدر نظبط حياتنا. انما على طول كل حد فينا انت ليه عامله، انت مش داريان وانا من الصبح وشقيانه وكل ما نيجي نوجه بعض انا لو قلت بس عندك حق بس انا كذا بالظبط. الحديه الخناق يعني نفسيا حديه الخناقه بتقل 50%. صحيح. انت لو قلت انا اسف انا اتاخرت 5 دقايق، انا اسف انا اتاخرت 5 دقايق، عندك حق، المشكله اللي حصلت ان كذا كذا كذا. انما احنا ايه يعني 5 دقايق؟ ما احنا مش بنتكلم عن 5 دقايق، انا بتكلم عن مبدا او 10 دقايق مثلا. طب ما على فكره الست ممكن تحط غسله وتشيل غسله وتعمل شعرها في 10 دقايق بس، قولها ان انت اتاخر 10 دقايق تعمل اكل العيال بتاع تاني يوم الصبح ده حقيقي. يعني مثلا فرفد المحامي اللي جواك ده افتكر اولى خطوات النمو. وبعدين باشمهندس لو الواحد كمان اعترف بخطأه وكمان قدام ولاده، احيانا في اباء وامهات بيتكسفوا قوي ان يقولوا او ما ينفعش اقول قدام ابني ان انا غلطان، بالعكس دي في حد ذاتها بتعلمه حاجات كتير، بتعلمه لو انا غلطت هقول بابا قدوه وماما قدوه. فده يخليني اروح بقى لنقطه مهمه قوي، الرجوله والابوه. على فكره نعم اللي علمك التضاع. صحيح. الرجوله والابوه، ازاي اعلم ولادي ان يطلعوا فعلا رجاله
رجاله في الايمان، رجاله في المواقف، وانا بتكلم طبعا رجاله كصفه مش كذكر او انثى. ازاي يعني حضرتك بتقول لي دلوقتي عندك بنت وعندك ولد، ازاي تعلم بنتك كمان معنى الرجوله الحقيقي؟ طيب انا دي خالتي في الحته اللي انا بحبها جدا. ايوه. فبصي انا دايما بقول الحته ديت، بقول انه صعب قوي تكون اب ناجح من غير ما تكون زوج ناجح. الله عليك. ما ينفعش تبقى أيوة زوج كده. ناجح أيوة. من غير اما تبقى راجل بجد. لما انا اتجوزت اكتشفت ان مفهوم الرجوله عندي، لا هو مش لازم مراتي اللي تعمل كذا وانا لازم اساعدها، ولازم الولاد يشوفوا الحاجه دي. انت قلتي دلوقتي كلمه انا احب ان انا اغير فيها سنه، ازاي اعلمهم؟ لا هي الحقيقه ازاي اوريهم؟ الولاد قدوة. بتسمع القدوه اكتر مش اللي بيتقال. في الصين دلوقتي عايزين يحطوا في المنهج من ثالثه ابتدائي لثالثه اعدادي على ما اعتقد مفهوم الرجوله، يعني ايه معنى الرجوله؟ عايزين يعلموهم. ليه؟ اكتشفوا انه الرجاله كلهم في الشغل، وان الولاد طالعه حنينين قوي وعلى طول مع امهاتهم، والام بتحاول تعلمهم، بس هو العيال عايزه تشوف. فقال لك احنا دلوقتي هيبقى عندنا نقص في عدد الجيش، المستقبل بتاعنا في خطر، ودي دراسه قريتها. فهم مش بيخلطوا، انا ممكن اعلم واقول الراجل شجاع. انت تقصد القدوه، ازاي اكون انا، لان ولادنا بيطلعوا زي ما احنا عايشين مش زي ما احنا عاوزين. بالظبط، هي العباره دي، زي ما بيشوفوا. وعلى فكره لما احنا بنقول للاباء لازم تقعدوا مع اولادكم، ايه يعني اعمل ايه؟ وانا هجيب لهم فلوس منين؟ ما لازم اشتغل. صح، اشتغل، بس اعرف ان كل ما الوقت اللي شافوك فيه كتر وانت شخص ناجح هيطلعوا ناجحين. كل ما انت ممكن تبقى ناجح بس هم ما يشوفكش، ما انت ما علمتهمش النجاح. هم عايزين يشوفوا ازاي بتتصرف لما بتتهاجم، ازاي بتتصرف لما بتتهان، ازاي بتتصرف لما بتغلط، ازاي بتتصرف لما يبقى البيت في خطر، ازاي لما تبقى في موقف انت محتاج ان انت لو كدبت ممكن تنجو، بس ازاي انت بتتمسك بمبادئك في وقت الشده، ازاي بتعمل كده؟ هم عايزين يشوف ازاي انت حنين، ازاي انت بيشوفك وانت بتصالح مامته بالليل البنت مثلا، عشان تجيب سيره البنت، فتقول اه لا انا دايما كنت بشوف بابا ما بينامش ماما زعلانه. ده بتفهم مفهوم الحب بطريقه عمليه. انا شفت، ما يجيش واحد يضحك عليها يقول لها لا انا بحبك وانا مش عارف مين، وبعدين بعد شويه يهزقها ويهنها ويقعد الاب يقول لها يا بنتي ده ما بيحبكيش، انا خايف عليكي. طب ما هي شايفه ده في البيت، وشايف ان انتوا عايشين مع بعض عادي، يعني بتتخانقوا وبتعيطها فمش فاهمه انه ده يتعارض مع الحب. فاهمه ان ده الطبيعي. مش فاهمه ده الطبيعي. لازم يحترمك، لازم يحترم مواعيدك، لازم يقدر مشاعرك، لازم يبقى معطاء، لازم يبقى بيساعدك لما تبقي محتاجاه، لازم يبقى حنين، لازم يسمعك. انا شايفه انت كنت بتعمل كده. يا باشمهندس دي مشكله لو هي شايفه كده وفي الاخر ما لقيتش اللي زي بابا. يعني انا ما انا بقى انا بقى انا بقى يا ريت اعمل النص دوت. انا بحاول، احنا كلنا بنجتهد، مفيش حد وصل للكمال. وعمري ما انا لما بتكلم، لما حضرتك في البدايه قلتي احسن واحد يكلم، انا مش احسن واحد ولا حاجه خالص اتكلم. انا فعلا بحاول ان انا ابراكتس ده واعمله في بيتي، واخلي ولادي يشوفوه على قد ما بقدر. بس في اوقات كتيره قوي بفشل، وده الوقت المهم اللي انا اقول انا اسف. مراتي اسمها مريان، انا اسف يا مريان، انا غلطت في كذا كذا، ما تضايقيش مني. زي ما ضايقتها قدام الاولاد واهنتها، لازم اعتذر لها قدام الاولاد. هي دي العلاقه الصحيه. هغلط وهبقى مشدود، بس لازم اعبر عن نفسي، ولازم لما اغلط لازم العيال تشوف. ما بتتعلمش، العيال بتسمع اللي بيتشاف مش اللي بيتقال. ده حقيقي. طب نروح برضو لحاجه مهمه جدا، فكره الانانيه. هل الانانيه ده يعتبر او عدم الانانيه تعتبر صفه من صفات الرجوله؟ لا، صفه من صفات الانسان. الانسان برضه حضرتك بصي لو اتكلمنا هنعمل حلقه عن دور الراجل ودور المراه، دور الراجل في البيت يعمل ايه، دور الست في البيت يعمل ايه، ازاي هما مكملين لبعض. انما ما اقدرش اقول انه لا الراجل ما ينفعش يبقى اناني. طب الست يعني انت ممكن تبقى انانيه؟ لا. طيب ما هي القصه بس انا ما بقاش اناني، لانه المسيح علمني كده. انا ببذل نفسي، يعني دايما الرجاله بتمسك في حته ما بتسمعش الكلام يا ابونا، ما بتخضعش. أيوة حبيبي، ما هو طب وانت؟ الانجيل قال فعلا ان هي لازم تخضع. انت عندك حق، وانت انسان مبارك وتعرف الانجيل كويس قوي، بس قبلها على طول قال لك زي ما المسيح بذل. يعني ما الكنيسه ليه بتخضع للمسيح؟ عشان مات من اجلها. صحيح. طب انت حياتك، لو حياتك بتلف حوالين نفسك، انسى فكره الخضوع. صعب جدا ان انا اخضع لشخص عارف انه اناني، وعارف ان كل قراراته مبنيه على الاساس امتاعه الشخصي.
يعني بأي بأي نفس هقدر إن أنا أخضع. ونفس القصة في الولاد، ليه بيحصل المشاد ده؟ شايفين الأب أناني، شايفين الأم أنانية، شايفين أنت أولوياتك مش إحنا خالص، أنت بس بتدينا واجبات وأوامر بس إحنا مش أولوياتك. إنما لما يلاقوا إن الأب بيخرج بره منطقة الراحة بتاعته وبيعمل الميل الزيادة دوت عشان خاطر ولاده، فيجي على نومه، يجي على راحته، يجي على متعته في مشاهدة التلفزيون مثلا، الحاجات دي من أجل إن هو يساعد ولاده في الحياة، هيقدروا قوي، هيحبوا، هيسمعوا كلام عمياني. انا عارف يا بابا قد ايه انت بتحبني وقد ايه انت بتبذل نفسك من اجلي، عشان كده انا هخضع لك واسمع الكلام لاني واثق في محبتك الفاعله، مش المحبه اللي بالكلام، لا انت بتفعل. انا هاخد من كلام حضرتك عن دور الاب بقى، خليني يعني برضو انا هتطرق لنقطه محببه يمكن لقلب حضرتك. حياتك قبل كده برضو سمعت كان في ضيف معايا بيقول ان التربيه 50% الاب و50% ام، وده ردا على ان الاب دايما يقول ما اعمل ايه انا بشتغل الصبح وبعد الظهر، وكان الاب بس دوره بينحصر في ان هو بنك بيصرف على الولاد. فبرضو فكرة 50 و50، حضرتك كان ليك رأي مختلف عن كده. أنا ما أعرفش النسب، يعني ما أعرفش النسب، الاتنين أدوارهم مكملين لبعض. وأعتقد أنه حياة البذل ما بتبانش غير لما الولاد يشوفوا أن اتنين. وأفتكر أنه أكتر حاجة إحنا عايزين نعلمها لأولادنا طبعا الثبات في الايمان، وان هم يبقوا دايما بيدوروا على الحق، بس المحبه، ده اللي يسوع علمهن، حب قريبك كنفسك، حب رب الهك من كل. انا شايف بابا على طول واقف عند مجاري المياه ولم يقف في طريق الخطاه والاشرار، لم يجلس في مجلس مستهزئين، انا شايف الحياه دي، شايفه هو بيعمل ايه، فانا هتعلم منه. لما نيجي بقى في حته التربيه او نتكلم على الاحتياج النفسي، بلاش قصه التربيه دي، لأن أفتكر الولاد في معظم الأوقات لما بيبقوا ولاد أشخاص أزواج أصحاء وهم فعلا عارفين يتعاملوا مع بعض وتعلموا عن التربية، دايما بقول من فضلكم يا جماعة تعلموا، حضرتك عشان تبقي مذيعة أو أنا عشان أبقى مهندس، صح، درست ما لا يقل عن 20 سنة نفسك. ولغاية دلوقتي مش عارف أخد شهادة استشاري، فلو تعرفي حد يقدر يطلع لي شهادة بس لا أنا بهزر، بس أنا بتكلم إنه كذا سنة تشتغلي وكذا سنة تتعلمي. طب أنا عايز أكون ناجح في أهم شغلانة، إن أنا أبقى أب، مش لازم اقرا ولازم اتعلم ولازم اسال مرشدين ولازم اسال الاكبر مني ازاي اتعامل مع ابني، مش بس احنا دايما ازاي اربيه، لا ربي نفسك الاول. يعني حتى ونيس قالها احنا واحنا بنربي اولادنا، صحيح، اكتشفت ان انا بربي نفسي، صحيح. هو انا محتاج ان انا اتغير، محتاج ان انا انمو عشان اكون انسان صالح، عشان ولادي يشوفوا القصه دي. بس الولاد والبنات من سن زيرو، في دراسات تمت كتيرة ردا على سؤالك، من سن زيرو لست سنين أو سبع سنين تأثير، مش بقول بقى الدور، تأثير الأم بيبقى تقريبا 80%. المخ اللي بينمو في الوقت ده، النمو العقلي والبدني والحاجات، الأم تأثيرها بيبقى حوالي 70-80%. من بعد 6-7 سنين لحد 14 أنا عايز توكيد ذكوري، عايز ولد يقول لي ان انا جامد، انا عايز ولد يقول لي ان انا جميل، يرسخ عندي الهويه طبعا صحيح. واجان مكملين، بس انا عايز بابا يقول لي ان انا جميله، انا عايز بابا يحضني، انا عايز ولد يحضني، مش عايزه ماما، انا عايزه بابا، عايزه توكيد ذكوري. فما اقدرش اقول انه لا الام هتعمل القصه دي والاب هيعمل، لا الام عليها المذاكره. على فكره لو انت ذاكرت مع اولادك بتساعدهم، انت 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 بتقدر تعمل علاقه، لان الولد بيشوف قد ايه انت جميل، قد ايه انت بتساعده وقت المحنه، لان الولاد محنتهم هي في المدرسه، لما تقف معاه وقت المحنه ده طبعا بيخلي العلاقه قويه جدا بينك وبينه. لو مش هتساعده على فكره انت اللي بتفقد العلاقه دي، صحيح. لان طول سنين حياته اللي كان هو متازم في المدرسه انت ما كنتش هنا، كنت تقول انا بصرف عليك وفي الاخر عايز تشوف نتيجه كويسه، طب ساعده، مش بقول لك تذاكر له عشان بس ما نغلطش المدرسه، بس ساعده وما يذاكرش ليه برضه لو موجود يعني. لا يعني يساعده عشان يعني مره قلتها في مدرسه، المدرسه قالت لي لا احنا عايزين نعلم الاولاد يعتمدوا، فانا دايما اتعلمت ان اقول يساعده، مش تذاكر المدرسه تذاكر انت ساعده، محتاج في العربي بعت له كام فيديو and so on. فيعني المجالات كتيره جدا في التربيه.
حاكم نفسه خير من حاكم مدينة. إزاي نقدر إحنا بقى كإنسان، بلاش كلمة كرجولة، إزاي الإنسان يقدر يتحكم في عواطفه ويتحكم في انفعالاته؟ لأن مفيش بيت ماشي كده في سلام على طول، بالتأكيد في مواقف، في تحديات، في صعوبات بتقابلهم. إزاي برضو إحنا نعلم أولادنا عدم الانفعال الشديد؟ طبعا هو اغضبه ولا تخطئه، إزاي برضو نقدر نطبق الوصية دي؟ مش عايز ارجع تاني واقول ان انا محتاج في حياتي مرشد، كل شخص محتاج لحياته مرشد. انا مش هعرف انمو لوحدي، مش هعرف، انا محتاج دايره حواليا، محتاج ان انا ابقى دايما عايش في جسد عشان يساعدوني، فمحتاج منتر يعني مرشد، محتاج واحد يدربني على مهارات حياتيه معينه، وممكن ابقى محتاج كمان ان انا اسال دكتور انا عايز اقلل انفعالاتي، انا عايز ابقى كام اب كام راجل داخل في الادمان كتير، بالذات الادمان الاباحي، نسبه مرعبه. صحيح. طب اتعالجت ولا انت سايبها ومتصالح مع الخطيه دي وخلاص بقى وتتبسط قوي مع الارقام؟ ما 90% مدمنين مواقع اباحيه، فخلاص انا في 90%. ده العادي، ده الطبيعي يعني. لا، مش هو ده الصح، مش هو ده الصح. الراجل يعرف انه وعود ابليس واهيه ضعيفه ومميته وكاذبه. لازم تبقى عارف ان لما يبقى عندك مشكله انت محتاج تدور لها على علاج وتساعد ابنك. ولو انت شايف ان ابنك بيتعصب من فضلك ما تقولش طب هعمل معاه ايه، احتمال يبقى محتاج علاج. اقرا. مره واحد قال لي ابني بينسى. هو توسم فيا ان انا اعرف كل حاجه، فانا قلت له طب اعمل ايه؟ فقال لي تقدر تساعدني بس خليه ما ينساش. قلت له عمري ما اتواجهت بالمشكله دي، خلينا قريت كم ارتكلز مكتوبه عن ازاي ان انا اساعد ابني يبطل موضوع النسيان. فحاجات كتيره جدا انا محتاج ان انا اتعلمها لكل موقف، لكل يمكن حاجة تبقى ممكن مقرقاني مع ابني أو مع بنتي، محتاج أقرأ ومحتاج أن أنا يبقى عندي مرشد، يبقى عندي أب روحي أقدر ألجأ له ويقدر يساعدني في الحياة ويقدر يساعدني مع أولادي. لأن أن أنا أبقى حاسس أنه أنا هقدر ألم المواضيع وأتعامل مع ابني في جميع الظروف، ده مش صح. لا، أنا محتاج حد يساعدني. طب لو برضو خليني ارجع للرجوله، معلش عذرا يعني، هل مفهوم الرجوله بيختلف من بيئه للتانيه، بيختلف من زمن لاخر؟ يعني زمان في جدودنا كان شايفين الرجوله مختلفه عن دلوقتي، هل بتختلف باختلاف البيئه والثقافه؟ 100%. يعني بس ارجع واقول الدور. الدور. ارجع واقول الدور، انما كراجل انت ناجح النفس في الستينات في الثمانينات من ايام لما كانت المزامير والامثال بتتكتب، ده انت محتاج ان انت تبقى حتى في امثال بيقول كده ان الراجل المغفل هو اللي يسمع المرأة الصخابة اللي بتقعد تقول له تعالى المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ، مين اللي هيوقف عندها؟ الرجالة المغفلة. صحيح. مش الحكيم، ما يعرفش بقى ان في الاخر في اخيله وموت وشر، انما الرجل الحكيم هو اللي ما بيوقفش، بيماشي في خط مستقيم، فعارف ان نهايه السكه دي مش كويسه. فارجع تاني واقول لك ان المفهوم ده بتاع ان انا اكون حكيم وناضج وناجح النفس ده من الاساسيات. الدور بيختلف، زمان التحديات كانت مختلفه عن دلوقتي. في الريف التحديات مختلفة عن المدن، مصر التحديات مختلفة عن برة، المفاهيم والبيئة اللي عايشين فيها حتما هتؤثر على مفهومي ودوري اللي أنا المفروض ألعبه. تمام. احنا بيسعدنا وبشرفنا جدا ينضم لينا عبر برنامج زوم نيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية. ألو. أيوة، أهلا وسهلا. أهلا بنيافتك يا سيدنا، سعداء جدا بوجود نيافتك معانا. اهلا بحضرتك والاستاذ باسم. اهلا وسهلا. يمكن باشمهندس باسم اتكلم عن مفهوم الرجوله في او كانسان في منظور العالمي، لكن عايزين نعرف من نيافتك المفهوم الروحي لكلمه رجوله، وهي وصيه كتابيه وصانا بها الكتاب المقدس، وشفنا امثله كثيره جدا في الكتاب المقدس بعهديه لرجال كانوا فعلا بمعنى الكلمه هم رجال. ففي البداية بولس الرسول كتب لنا في كرونسوس الأولى 16-13 وقال اسهروا اثبتوا في الإيمان كونوا رجالا تقووا. فنفهم من الآية دي إيه أو المفهوم الروحي للرجولة إيه؟ كونوا رجالا طبعا مش المقصود بها يعني الذكورة، ولكن المقصود بها معاني كتير. تمام. يعني لما كان بيقولها تلميذ تيموثاوس
وهو على فراش الموت يعني، او عارف انه خلاص وقته قرب، وقت الحلال حضر، فبمعنى تحمل المسؤوليه. برضه نفس الكلمه قالها داوود وهو على فراش الموت لسليمان، قال له يعني خليك راجل، يعني برضه انت هتبقى ملك وانت صغير، اتحمل المسؤوليه. من ليها معاني كثير مهمه، يعني مثلا كن راجل ما تخافش. مثلا دانيال ما خافش يقول للملك، حط في قلبه ان انا مش هاكل زي ما هم زي ما كل الناس بتعمل، حتى لو وطيب الملك دي عرضتني الخطر مش هاكل. ولا اخطر من كده لما راحوا للملك داريوس وقالوا له اللي هيطلب حاجه من غير الهك هيرميه في جب الاسود، ما خافش. فكان راجل قال انا مش هغير عوايدي عشان انا خايف، انا مش بخاف. والانجيل وصانا كتير ما تخافوش. ودي تبان مثلا في ان الواحد ابونا ابراهيم لما خاف كذب وقال لساره اخته، وكان هيحصل موقف خطير، الملك ضمها لبيت النساء وكان وضربات، وجه بعد كده ربنا سامحه وعفى عنه. لما بطرس الرسول خاف، طلع مثلا في موقف الانكار، خاف قدام جاريه. فالخوف بيبقى مش من الرجوله ان الواحد يخاف. بنلاقي على العكس بقى الشهداء عذبوهم ما خافوش، واخرهم مثلا شهداء لجنه. ونلاقي مثلا رفقه، قديسه رفقه، حطت ولادها على حجرها واتذبحوا على رجلها وقالت انا مش خايفه، المهم انهم يروحوا السماء، مش مهم اللي يحصل. فالواحد ما يخافش، بمعنى ان الخوف هو برضو احد صور يعني الضعف. برضو الواحد ما يخافش ان يقول ان انا غلطان، يعني مش عيب ان انا اقول اكتشف ان انا غلطان. داوود وهو ملك جاله نسان النبي وقال له، حكى له حكايه بتاعه الغنمات، فقال له فليقتل الرجل. فرجع قال له انت هو الرجل، مش قال له انت ازاي بتتكلم مع الملك. فكر كده وقال له عندك حق، اخطات الى الرب، صحيح انا اللي غلطان، وقدم مزامير توبه وابتدى يتوب. فالاعتراف بالخطا والتراجع مش عيب، مش عيب اكتشف ان انا كنت ماشي غلط وارجع تاني، اعمل يوتيرن وارجع تاني. مثلا جت ابيجايل راحت لداود واقنعته ان هو غلطان، قالت له انت، ابيجايل دي كان رايح داود في احتفال عشان جوزها شتمه، فرايح يطربق الاحتفال ويموت كل الناس. يعني ما معناها ذنبهم ايه الابرياء اللي هيموتوا؟ لا عندك حق، دخلت دور ولقى نفسه ايه؟ بيعترف ان هو غلطان، فمن الرجوله ان انا الاقي ان انا غلطان. طبعا الخلف دور في الخطيه، يعني الرجوله ان انا اخد موقف واقول لحد امتى هفضل كده. نشكر نيافتك جدا على المداخلة البسيطة اللي كان نفسنا تكون معنا وقت أطول. كل الشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية. طيب أنا عايزة أتوقف عند الحقيقة آدم وحواء، موقف آدم لما حواء سمعت لصوت الحية ووافقت إن هي أصلا تتحاور معاها، ويمكن دي فكرة الحوار دي كانت بداية موقف آدم، لأنه وقف والمفروض هو رب البيت. في الحالة دي لو فسرنا أو جينا نتكلم عن موقف آدم ممكن نقول إيه؟ يعني بصي ما تخلينيش انا دايما، انا عندي فكره دايما لا من الناحيه الاجتماعيه، من الناحيه انا من الناحيه الاجتماعيه ما يسيبهاش تمشي لوحدها اصلا. يعني انا لو جينا من الناحيه الاجتماعيه دايما اقول هو ليه سابها تمشي لوحدها؟ لا يعني فكره الصمت، يعني خلينا اقول لك هي دي فكره حتى عندنا دلوقتي. الراجل يحب يهرب بره البيت، هو عايز يبقى لوحده. يعني عشان كده دايما بقول حتى ادم لما ربنا بعت له حواء سابها تمشي لوحدها، انا ما اعرفش وقتها هو كان بيعمل ايه وليه سابها تمشي لوحدها، لان هم اتنين بس. وعشان هي ما حضرتش الحديث ما بين ادم والله وقتها، ما عرفتش تجاوب الحقيقه. بس المشكله الاولانيه الوصيه بس كانت لادم في الاول، صح؟ بس هو هي ما حضرتهاش، كان المفروض يبقى واقف معاها ويرد، يبقى واقف معاها عارف الحق. هي وده برضو بي 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 بيرجعني، وده يعلمنا ايه؟ طيب المزمور اللي انا بحبه قوي، ان هو طوبى الرجل الذي لم يسلك في مشوره المنافقين وفي طريق الخطاه لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. ما فيش حاجه تعطلك، اهرب من الدايره كلها، لا تنظر وراءك، لا تنظر، اهرب من الدايره، ولا تبتدي تفكر ولا على فكره الاحاديث دي بتجيلنا دايما، ابليس يقولك ايه يعني مشكله، ايه مشكله يعني في السيجاره، ايه في المشكله الشامه دي، ايه المشكله في البنت دي، ده هو يوم وهيعدي، ترجع لمراتك عادي، يعني ما انت برضو مطحون، وتفضل ابليس يحليلك. يعني اوقف في الفكره نفسها بالزبط. من قبل ما تتحول ما توقفلهاش، اهتم بامور الله. يوسف
الشجاعة اللي كانت عنده أنه عارف كيف أخطئ هذا أفعل هذا الشر العظيم. أنت ليه قلت عظيم؟ ده هي نص ساعة ليلة، مين اللي قال لك أن هي هتبقى عظيم؟ وكان قبل الشريعة يوسف يعني أنت عرفت منين؟ هو عارف نتيجة الخطية ومصدق فيها وعايش بيها. في منهم كتير ما شافوها يعني ما عاشوش بيها، عارفين بس ما عاشوش بيها. صحيح. طيب فكرة التوبة، الحقيقة التوبة برضو بتبقى محتاجة شجاعة، محتاجة وقفة مع النفس، ومحتاجة رجولة بقى حقيقية. كونوا رجالا، كونوا رجالا في التوبة، إذا كان الرجل أو المرأة أو الشاب أو الفتاة أيا كان، إزاي إحنا نقدر ونكون رجالا فعلا في موضوع التوبة؟ أنا يعني مش شايف إن أي حاجة كل واحد فينا سايبها في الظلمة هتفضل في الظلمة. مفيش أحلى من إن الحد يعترف بخطاياه ويطلع أي أمر مظلم في حياته للنور. أيوة. ويطلب مساعدة. وأعتقد إن هي دي الفكرة، مش كلنا خطاة، أنا خاطي، بس هي الفكرة إنه أو بخطأ، الفكرة إن إحنا ما نبقاش خطاة وعايشين في الخطية ومتصالحين مع الخطية. أول لما نقع بنقف على طول، أول لما اوعى تقول دي سجارة وعدت من فضلك، قول للناس إن أنت شربت وإن أنت ندمان، قول للناس، خلي الناس تساعدك، قول روح قول لأبونا، طلع للنور. إبليس يحب قوي الضلمة، يحب قوي الحاجات تفضل في الضلمة، بس مفيش حاجة هتفضل في الضلمة. ومش بتكلم إن هو إيه توب أحسن تتفضح، لا، هي هتنتج موت، هي هتفضل جواك، هتكبر، لا هتخلف، هتخلف موت. فكل حد أفتكر سايب خطية مظلمة في حياته، أنا متأكد إنه مش بس هتطلع النور، لا هتولد للأسف موت. وموت محتاجة قرار زي الابن الضال كده، أقوم الآن. محتاجة قرار؟ طبعا محتاجة قرار. محتاجة قرار ومحتاجة ثقة في إن الله محب. ربنا يسوع ما جاش عشان يدعي الأبرار، إنما لا خالص، ولا الأصحاء، هو جيل الناس المرضى، جيل الناس الخطاة. هو لا يشأ موت الخاطي مثل ما يرجع واحد، هو الداعي كل الى الخلاص. هو عايز الناس كلها، هو جاي عشان الناس كلها مش هيفرح لما خاطي يقول قفشتك، انا مش عايز كده. اكتر حاجه بتفرح قلبه الابن الضال ده، ان هو لف وعمل اليوتيرن ورجع. حياتك بتقول توب مش علشان خايف من ان انت تتفضح. طيب بركات ان الانسان فعلا يعيش رجوله روحيه حقيقيه، ممكن هيحس بايه او في حياته ايه البركات اللي هيجنيها من ورا ده؟ اول حاجه ان هو هيبقى شاعر بالراحه، مفيش حاجه هتبقى هتخليه انت عبد، انت سلام عايز داخلي عبد، ولا تبقى عايز تبقى عبد عايش عبد، ولا عايز تبقى حر، لا اتحرر. صدقني سعاده الحريه دي حاجه غير عاديه، ان انت تبقى مفيش حاجه، انت اللي الناس شايفاه هي الحقيقه، مفيش حاجه انت بتعملها في الضلمه. اي حاجه بتتعمل في الضلمه مؤلمه. وانا بقول لك كده يعني عن خبرات كتيره من ناس حواليا انا سمعتها، عايشين حياه من الظاهر شكلها حلو قوي، بس من جوه هم مش متالمين، هم مجروحين جدا جدا جدا. احنا لو حضرتك عملتي دراسه عن رسائل الانتحار، تلاقي اغلبيه الناس اللي انتحرت مش اللي ما معهاش فلوس ولا الفقيره، دي ناس معاها فلوس ومشهورين. لو قريتي على ابنه اوناسيس اللي قالت كل حاجه كنت بشوفها كنت بجيبها، بس مفيش حاجه اشبعتني. لما تقري على 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 سويسرا اللي اكثر فيها تعظم معيشه، فيها نسبه انتحارات كثيره جدا. ليه؟ داليدا قالت انا 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 اسفه جدا انا اضطريت انتحر، لان انا يعني مش حاسه ان الحياه دي كئيبه جدا. ديفيد والاس الملحد قال على فكره احنا كملحدين بنقول ان احنا ما عندناش اله، بس احنا عندنا الهه وهي المال والجنس والشهره، بس الالهه بتاعتنا بتموتنا في الاخر، انما الهتكم انتم مش بتموتكم، وانتحر. فاكتشف انه لا، هي لو قريتي رسائل الانتحار هتلاقيها كلها فشل، فشل في النفس، فشل في النفس ذريع. وده اعتقد ان احنا محتاجين كلنا ننجح فيه، واول خطوه هي التوبه. تمام. احنا رجع لنا سيدنا نيافه الحبر الجليل انبا بكير. الو. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بنيافتك يا سيدنا. كنا بنتكلم على ان التوبه محتاجه نوع من انواع الرجوله الروحيه، فخلينا برضو نعرف راي نيافتك في الموضوع. التوبة الجادة اللي هي بدون أعذار، يعني بدون إن أنا مثلا أقول يعني أنا هعمل إيه؟ ما هو كل الدنيا بتعمل كده، مش معنى أنا، أو بدون مثلا ما أأجل. من ناحية التوبة، الواحد طول ما هو يعني مش يتوب شوية ويرجع شوية، زي أنباموس الأسود مريم المصرية، ما سمعناش إنهم بعد ما تابوا رجعوا تاني.
صحيح. برضو الرجولة من معانيها المهم قوي إن الواحد يشيل مسؤولية. زينا حمية، أنا حمية كان في القصر وكان عايش كويس، لكن لا أنا أرجع وأبني السور. طب في مصاعب؟ لا هنشيل المصاعب. صحيح. مثلا موسى النبي قال لربنا لا أنا ما أقدرش. قال له طب اديني علامات إن أنت معايا. إداله 3 علامات. قال له لا ما أقدرش. قال له لا بلاش بقى، بلاش درع، روح وهتقدر، أنا اللي بقول لك. نفس الكلام أرمية، قال له ما أقدرش. قال له لا تقل إني ولد. المسؤولية إن الواحد يعني إحدى علامات الجد ده إن الواحد مش طفل رهيب. كمان من أهم الحاجات الالتزام. يعني إحنا عندنا هنا في السويد أو في البلاد كلها الميعاد ميعاد. يعني حتى الناس تهزر مع بعض تقول الساعة 6، 6 سويدي ولا 6 مصري؟ 6 مصري. 6 سويدي يعني إيه؟ أيوة. يعني احنا عندنا ناس اصلا لما بتدخل 6 ودقيقتين تلاقي الشكاوي جات والايميلات جات، انت اتاخرت دقيقتين. اسمع كمان ان في الصين واليابان كده اكتر مثلا، لكن تلاقي عندنا احنا بندي الميعاد يا سيدنا من 5 لـ6. عز الثلج. عز الثلج مثلا، عز الثلج الميعاد الواحد ده الساعه 4 الصبح رايح زي القلق عشان شغل. ايوه. يعني الكنيسه الساعه 6 القداس يدخل 7 الا ربع. طب يعني فين الالتزام؟ فين الجديه؟ فين الرجوله الجديه؟ برضه الالتزام في المواعيد، في الوعود، يعني بمعنى الوعد. اوعد ربنا 100 مره وكان ما حصلش حاجه. تيجي مثلا عند كل طفل بيتعمد وتقعد امه تقول اجحدك واتعهد ان انا هعلمه في الاخر، في اهمال في العود. برضه النذور، في تهور في النذور. يعني انا اصوم صوم العذراء 3 اسابيع، اصوم صوم الرسل، يعني هو تهور في اي حاجه مثلا، او نذر انا مش قادر ان انا اعمله، وبعد كده ابتدي افاصل، اصلا انا ندرت اصوم بميه وملح وانا عندي الضغط، فطب تحللني. طب دي يعني ليه تهور في النذور؟ صحيح. يعني الراجل لازم يكون قد كلمته، ما ينفعش مثلا واحد يقول لي ابنه انا هجيب لك لو نجحت، وبعد كده يقول له لا رجعت في كلامي. طب سيدنا ممكن ناخد ونعرف راي باشمهندس باسم في علاج بقى العلاج، لأن وقتنا الحقيقة قرب ينتهي، فإحنا طرحنا كل الكلام والمشاكل، لكن خلينا نعرف النهاردة لو حد سمعنا وهو فعلا كان فاهم الرجولة بمعنى غلط يعمل إيه؟ يعني سؤال إجابته ممكن تاخد وقت طويل، بس أنا أفتكر أنه إحساسي، ولازم الأول أقيم نفسي وأحس وأبتدي أشوف هو أنا فعلاً عايش الحياة اللي أنا نفسي أعيشها، وأنا عايش الحياة اللي ربنا كاتب لي أن أنا أعيشها، عايش لأهداف ربنا. هل أنا بنمو في البر؟ هل أنا عندي أصحاب مقربين ليا يقدروا يساعدوني أعيش العيشة اللي ربنا عايزها مني ولا لا؟ أول حاجة محتاج أعملها أن أنا أبص على نقط ضعفي وأبتدي أحددها، أبتدي أفكر في أشخاص أنا عارف أن هم بيحبوني قوي وما عندهمش يعني أي أفكار مغالطة عليا وعايزين يكبروني. تمام. أنا يعني كلمة في ربع دقيقة يا سيدنا نختم بيها لقائنا، ورسالة تحب نيافتك تقول فيها إيه؟ بقول أن الرجولة ما يبقاش بقى فيه طفولة روحية، بمعنى الواحد يقول ربنا إشمعنى أنا اللي يحصل فيها إيه؟ أو يتقمص من ربنا، أو مثلا يلعب بالنار زي الطفل، في طفولة روحية، يلعب يحط صوابع في الكهرباء وعاود يلعب بالخطية وممكن يضيع بيته ضياع، طفولة روحية. أو تشبط وتزن في حاجة لغاية ربنا يديها لك وبعدين تطلع كانت ضارة. الطفولة الروحية بقى هي اللي المفروض احنا نتجنبها. أنا بشكر نيافتك جدا، وعلى دايما بتستجيب لدعواتنا لنيافتك. شكر جزيل لنيافة الحبر الجليل الأنبا بكير أسقف الدول الإسكندنافية. شكرا جزيلا يا سيدنا، وبشكر حضرتك جدا باشمهندس باسم عبد الملك، لأني فعلا حلقة مهمة جدا ورسالة مهمة لكل إنسان فعلا عاوز يعيش حياة الرجولة الحقيقية. كل الشكر لباشمهندس باسم عبد الملك، مؤسس مبادرة العالم يحتاج إلى أب في مصر. شكرا جزيلا لحضرتك، وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ونشوفكم في حلقة جديدة، وتصبحوا على ألف خير.